هيا السارة خدوك؟ ابدا. ليه يا بنتي؟ ده السؤال ما عنده اجابه. ليه يعني شنو يا بنتي؟ ما هون احنا لو عرفنا شنو دي كنا ارتحنا. عادي يا بنتي، الله يهون. يا موسى عندي لك فسيخ جديد لك. رطل ولا رطلين؟ بالراحه بالراحه كده. تاني فسيخ يا جلاب؟ اسكت اسكت، ما تجيب لي كفوه. اسمع، اديك رطل ولا رطلين؟ ابدا، انا جني وجن الفسيخ. بعدين يا اخي تعالوا، ما تشوفوا لكم حاجه غير الفسيخ ده؟ ما هو ده حسب موجهات لجنه الاستثمار، مركز على الاكل الشاروبه دي الموضه الماشيه اللي مادي يا موسى. يا جلاب فسيخ شنو يا اخي؟ جيبوا حاجات ثانيه، عجلات، ثلاجات، حاجات عليها الغيمه، لكن فسيخ من وين؟ راس المال تعبان، وبعدين لازم نتدرج شويه شويه. رطل بشهر، رطلين بشهرين، في تسهيل اكثر من كده يا زميل؟ جلاب هوي، الملاحظ ده لو شافك حيطير طيارتك، بطل بيع، شوف شغلك. دين 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 بدين وكاش بعدين، بدين وكاش بعدين. وبعدين اخواننا بالطريقه دي الاستثمار ده دق الدلجه، بالرغم من الميزات التفضيليه والتسهيلات. وبعدين الحال شنو؟ بتفكر في شنو يا السارة؟ بفكر فيه ويتأمل، أراه تجلى ويتجمل. أجي منين السارة؟ حيكون منو يعني؟ ملهم؟ الهم الطايح وكابس فوقنا ده. أهلا زيدك كمان. أهلا أهلا وسهلا، زيدي زيدي. بنتك السارة ما شالها في المعاينة. عادي تعيش وتاخد غيرها. أبو السارة ما تتكلم معي كويس، أقول لك بنتك ما شالها في المعاينة، تقول لي عادي؟ لا دايراني أقول لك شنو يعني، وأنا لا بشيل لا بخد، أقول شنو يعني؟ ما تقول، أنا حدثتك عشان تعرف. عرفتها خلاص، انتهى البيان. يلا